دخول شهر رمضان الكريم تزدان أسواق الحلويات التونسية بملذ وطاب من أنواع وأشكال الحلويات التقليدية، والتي ترتبط أساساً بالعادات الغذائية للتونسيين خلال هذا الشهر. وتتميز تونس بحلوى المقروض التي يعود تاريخ نشأته لمدينة القيروان ويعتمد على التمور والدقيق، ويتفنن صانعوه في تشكيل أنواع مختلفة من المقروض وإضافة بعض المكونات الأخرى كاللوز والقرفة والسمسم. ويقبل التونسيون على اقتناء المقروض في أولى أيام الشهر الكريم لمذاقه الحلو بما يتناسب مع احتياجاتهم للسكر بعد يوم كامل من الصيام. يشتريوا مقروض اللوز وبالتمر والشبكية، يرتكز الزعتر وزيد على العجينة، فهمتني، وباللوز. وبالرغم من اهتمام بعض ربات البيوت بصنع الحلويات بأيادهن، إلا أن البعض الآخر تفضلن شراء حلوياتهن السابقة التجهيز من المتاجر كالكنافة والحلقوم والحمصية وغيرها من الحلويات التي يقبل عليها الصائمون خلال الشهر الفضيل. مقروض باهي نتاع المدينة العربية، متى يبدو العباد مصلي عني بي، خاصة في رمضان، أكثر كونتيتي في رمضان، معناتها فهمتني، تحفل في رمضان، حاجة بيه حاجة خلق العادة. عودنا ديما العادة نتاعنا ديما في رمضان نشريو الحلو في السهرية، نعملو مع تي قهوة عربي، وإن شاء الله الأمة العربية بخير وربي يحيينا بمثاله. وتعيش المدينة العتيقة أجواء استثنائية خلال شهر رمضان، وتتزين المحلات بالفوانيس استعداداً لاستقبال زوارها الباحثين عن روح شهر رمضان المبارك وأجوائه التاريخية. علاوة على أبعاده الروحانية والاجتماعية، فإن شهر رمضان المبارك يمثل للتونسيين المحافظة على عاداتهم وتقاليدهم، ومن بينها اقتناء الحلويات الرمضانية كحلوى المقروض، والتي تدخل الكثير من الأجواء والجمالية على سهراتهم. أجلاء بخريس، الغد، تونس.